في الآونة الأخيرة عرفت الجزائر شهدت يعني تطور كبير في المشاريع الفلاحية وتسهيل كبير من الدولة في إطار تاع الاستثمار في الميدان الفلاحي. هذا الاستثمار لازم له تأطير. كي نحكيو على التأطير نحكيو على الجانب الإدارة، كاين الوزارة وكاين المعاهد اللي أطروا في الجانب الإداري، وكاين حنا كمكاتب دراسات اللي اعتمادا على الجانب العلمي واعتمادا على خبرات تاعنا الطويلة في الميدان نفتح المجال للفلاحين باش نأطروهم في الميدان هذا. يعني نقدروا نبداو مع الفلاح من تحاليل التربة وتحاليل الماء حتى الإنشاء تاع المستثمرة والدخول في الإنتاج. هذه المراحل بالطبع إنشاء المستثمرة تمر على عدة مراحل، وفي كل مرحلة يجب الاعتماد على الجانب العلمي والجانب التقني والخبرة في الميدان. وحنا كما تكاتب دراسات واعتمادا على الخبرة تاعنا الطويلة في الميدان نقدروا نوفروا هذه الإمكانيات للمستثمرين في الميدان الفلاحي. وشكرا. جزائر تيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.